صلاح الدين وجريمة ضد الإنسانية، يبيد الفاطميين عن بكرة أبيهم، يبيد ناس حكمت أكتر من 250 سنة، يعمل اللي ما قدرش هتلر بجلالة قدره يعمله مع اليهود. ما نشوف الحاج يوسف زيدان بيقول إيه. وقعدوا الفاطميين الحكام حوالي 250 سنة، عارف عمل فيهم إيه؟ جريمة ضد الإنسانية. وأباد الأسرة الفاطمية على بكرة أبيها بأنفصل بين الذكور والإناث، عزل الرجالة. إيك شايف إنه قص والستات في حدة. يقول المقريزي فعل صلاح الدين ذلك لينقرضوا، فانقطع الناس. أنت بتعرف في مصر أي حد فاطمي؟ أدي يا عم صلاح الدين اللي أنت عمال تدافع لي عنه وظالم لي يوسف زيدان معاك، أو المقريزي بجلالة قدره هو اللي ذكر الكلام ده. وريني بقى تقول إيه. قال هو مين المقريزي ده صحيح؟ مبدئيا كده بس صلي على النبي وهدي اعضائك عشان الناس ما تتوهش مننا. يوسف زيدان بيبتدي اللي بيوضح بيها وبيبرر كلمته الشهيره عن صلاح الدين بواقع حصلت بعد ما صلاح الدين مسك الحكم. وقبل ما نرد على النقطه دي ونوضح ايه اللي فيها بالظبط، حابب كده حلل معاكو الجمله اللي فاتت. احنا محتاجين نفرق ما بين حاجتين، ما بين الحدث التاريخي وما بين سبب حدوث الحدث ده. الحدث التاريخي ان صلاح الدين قام بعزل الفاطميين الرجال منهم عن النساء، وسبب العزل ده هو ان صلاح الدين كان عايز يخليهم ينقرضوا، كان عايز يقطع نسلهم. الاشارة التانية او اللمحة التانية ان المقريزي اتولد 764 ومات 845. الحدث بقى اللي احنا بنتكلم عنه ده كان بعد موت العاضد اللي هو اخر الخلفاء الفاطميين سنة 567. يعني الفرق ما بين ميلاد المقريزي وما بين وفاة العاضد اللي هو كان فيه الحدث اللي احنا بنتكلم عنه اصلا حوالي 200 سنة. يعني ببساطة المقريزي ما كانش معاصر اصلا للاحداث دي. المشكلة مش هنا، ولكن المشكلة ان المقريزي لم يشير هو جاب الكلام ده منين. وبغض النظر عن الجزئية دي لان احنا هنتجاوزها، هو ليه صلاح الدين عزل الناس دي؟ والسبب اللي ذكره المقريزي واللي نقله عنه يوسف زيدان هو ان صلاح الدين كان عايز يخليهم ينقرضوا، كان عايز يقطع نسلهم. وبصراحة الجزئية دي غير دقيقة بالمرة وغير منطقية، وهو ده اللي احنا هنوضحه. والجزئية دي هي تعتبر اهم جزئية. اي فعل طالما لم يصرح فاعله بالسبب، يبقى اي توقع ممكن احنا نقوله هو مجرد ضرب من الخيال. يعني من الاخر وجهة نظر ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، لان في النهاية صلاح الدين لم يصرح هو عزلهم ليه. يبقى الكلام ده استنتاجك انت الشخصي او اشاعة كانت منتشرة في الوقت ده. عشان كده اي سبب هيتقال هو عبارة عن وجهة نظر. وهي دي النقطة اللي انا عمال بهاتي فيها، ان احنا يا جماعة نفرق ما بين التاريخ وما بين وجهة نظر كاتب التاريخ. مش كل حاجة مكتوبة في كتب التاريخ تبقى تاريخ، احيانا بيضيف كاتب التاريخ وجهة نظره فيه. النقطة الثالثة بقى ودي الفيصل في الموضوع، هل صلاح الدين اصلا يقدر ان هو يقضي على نسل الفاطميين؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده تعالوا كده نقرا فقرة في كتاب لأحد المؤرخين لما اتكلم عن ايام الشدة الكبرى اللي كانت سنة 464 هجرية، يعني كانت وقت الفاطميين ما كانوا بيحكموا مصر. فتفرق حينئذ عن المستنصر جميع أقاربه وأولاده من الجوع، فمنهم من صار إلى المغرب ومنهم من صار إلى الشام والعراق. بالمناسبة الكلام ده اللي ذكره المقريزي اللي لسه مستشهد بيه يوسف زيدان. وده خلينا نفهم إن الفاطميين كانوا منتشرين في بلاد كتيرة مش في مصر بس، كانوا منتشرين في مصر وفي المغرب وفي الشام وفي العراق، والكلام ده قبل صلاح الدين بحوالي 100 سنة. تخيل بقى خلال 100 سنة الناس اللي كانوا في الشام واللي كانوا في العراق واللي كانوا في مصر واللي كانوا في المغرب، الناس دي أكيد اتجوزوا وخلفوا وتناسلوا ورعرعوا 100 سنة. أنت بتتكلم في 100 سنة، شوف كام جيل. وكل جيل وارد جدا إن في منهم ناس تهاجر من بلد وتروح بلد تانية. يعني احنا اكيد بنتكلم اكتر بكتير من الاربع بلاد اللي احنا اتكلمنا عنهم. بقى بالله عليك فكر معايا كده بصوت عالي، الناس اللي كانوا منتشرين في بلاد كتيرة وحكموا اكتر من 250 سنة، صلاح الدين اللي حكم 25 سنة بس، مهما عمل هل ممكن ان هو يقضي على نسلهم؟ ده هتلر بجلالة قدره ما قدرش يعمل كده مع اليهود، يبقى صلاح الدين هيقدر يعمل كده مع الفاطميين؟ اهدي في حد ذاتها نكتة. السؤال الأخير بقى اللي بنطرحه هو صلاح الدين
ليه عزلهم اصلا؟ ليه ما خلاهمش كده عايشين بحريتهم؟ ده اللي هنجاوب عليه في الحلقة الجاية.